أعزائنا المشاهدين الكرام، أحييكم وأرحب بكم من قناة هل الدار، ونحن في الدار، نعم، وهي في أبوظبي العاصمة، شهد الله. لا بخبركم بعد، كنت دخل علينا الحين مهرجان الظفرة التراثي للهجن، ها الإبل العربية الأصيلة، وهي في سنة 2020 الدورة 14 هذه اللي الحين نحن فيها، نعم فضلها. وانا مبوني كنت شاركت في المزاير، مزاير الدبش عاده مبوني قبل، وسويت قصيده عندي عزن مبونها الدر من اللبن وخلاف ثاروا يوم دخلوها في المزاير وكشفوا عليها اللجنه، يوم احلبوها ثار قل درها الشمنه ثار العمال الله يغرب له ان شاء الله، حلبوها قبل يدخلونها في المزاير وقل درها، ويوم يوم يحلبونها قل درها في ذمتي ذيك العارضية، ها ذيك المعازة اللي طولها مني لمناك وذنها الطول عارضية شهد الله، دخلت أنا في مزاينة أرض المعارض الشهد الله، وظهرنا قد الأول وظهرنا قد الثاني، ها في مزاينة الغنم عدنا من حرتي سويت فيها قصيدة وأقول فيها: كنها مزيونة حلوة اللبن لبونة، مبونة حلوة اللبن لبنها حلو وتمزر الطاسة، أقول حلوة اللبن لبونه حليبها يمزر الطاسة درها وايد مبونه، مبونها قبل الدر تمزر الطاسة، حلوة اللبن لبونه حليبها يمزر الطاسة درها وايد مبونه، علاج للجسم وجناسه كالسيوم للي يشربونه، الحليب ترى كالسيوم، كالسيوم للي يشربونه، شريبها ترد أنفاسه، حليبها حلو ولونه أبيض لون قرطاسه، عرضية كانها مزيونة عينها دعجة ونعاسة، حلوة المنظر مفتونة بشوشة ولا فيها عباسة، عرضية كانها مزيونة عينها دعجة ونعاسة، حلوة المنظر ها مفتونة، حلوة المنظر مفتونة بشوشة ولا فيها عباسة، في مشيها دوم موزونة تبغي لها صورة وعكاسة، هي العكاسة تصورني لو هي عندي تصورت بعد، في مشيها دوم موزونة تبغي لها صورة وعكاسة، شكلها بغير نمونة، شكلها بغير نمونة، شوفها للعرب وناسة، بالفوز دوم مرهونة، بالفوز دوم مرهونة، في المزاين وجمعة الناس، في المزاين وجمعة الناس، وهل التحكيم يعلنونه ناموس العلي براسه، وهل التحكيم يعلنونه ناموس العلي براسه، التميمي كلكم تعرفونه هذا قدامكم، التميمي كلكم تعرفونه من الفرح ضيع احساسه، يا ربع بخبركم فرحت انا يوم فزنا في مزاين الغنم قبل في المزاين، والحين اقولكم بما الله وفي دعاة الله، مع تحيات علي التميمي ابو خرعاش من قناه هل الدار.